جاري بالحي بحبه لميشيل عون كتير. بارح كمشني وقال لي كنت تفلقني بخبرياتك عن نيلسون مانديلا، كنت تقضي السهرة تحكي لي عنه وقديش انظلم وانه انحبس 27 سنة وبعد منها طلع من الحبس وعمل رئيس جمهورية بجنوب افريقيا. دخلك شو بيفرق صاحبك مانديلا عن ميشيل عون؟ وليش معتبر انه مانديلا بطل زمانه وميشيل عون ما بيستحق الرئاسة؟ هلا حكي صاحبي في شيء منه صحيح، وما فينا ننكر على ميشيل عون انه كافح وصبر من دون كلل طوال 26 سنة، لكن كمان بيسوى نقول انه مانديلا طلع من الحبس هو وبلده، بينما هون طلع رئيس والبلد بعده جوات الحبس. هذا رأيي، فكر فيها.